السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المرور تحدد غرامة التفحيط وتصدر توجيهات لجميع المفارج. أعلنت مديرية المرور العامة عن إجراءاتها تجاه مخالفتي التفحيط وقيادة الأحداث للمركبات، فيما أشارت إلى أن غرامة التفحيط تصل إلى 200,000 دينار. وقال المتحدث باسم المديرية العميد زياد القيسي أن ظاهرة تفحيط المركبات تدخل ضمن المادة القانونية التي تشير إلى محاسبة السائقين الذين يقودون مركباتهم بتهور ومن دون انضباط، مؤكدا توجيه جميع مفارج مديرية المرور العامة بمحاسبة حسب السائقي المركبات الذين يقومون بهذه المخالفة. وأضاف القيسي أن الغرامة المالية على مخالفة تفحيط المركبات أي قيادة المركبة بتهور تبلغ 200,000 دينار، وأشار إلى أن المفارج المرورية تحاسب سائقي المركبات دون السن القانونية الأحداث وفقا لقانون المرور رقم 8 لسنة 2019.